عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي النجارين في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي كله. طبعا احنا النهاردة يا جماعة برضو احنا في ورشة نجار عند حد برضو من اخواتنا وحبايبنا برضو وكده. انا شايف اليومين دومت احتكاك جامد بين الزباين وبين النجارين. يا جماعة الرحمة بالنجار شوية، لاحظ ان انت النجار بينزل من بيته عايز ياكل لقمة عيش برضو. الطبيعي ان الصنايعي النجار ده فنان، النجار بالذات لازم يتعامل معاملة فنان. انا مش عايزه طبعا بالنسبه للنجار بيبقى واقف على اخطر عده في العالم. النجار ما ينفعش يبقى واقف على العده بتاعته وسرحان في ايه الشغلانه مخسره معايا، ايه الشغلانه الخامات غلت عليا. تمام طبعا طبيعي ان النجار ده لا يكون مزاجه حلو، بحيث ان برضه يعني هو شغال الراجل يبدع لك في شغلك. فكلامي ده بالنسبه للعملاء والزباين، الرحمه بالنجار بتاعك شويه برضه، بحيث ان ايه انت عارف ان الخامات غلت على النجار. تمام يعني انت مثلا ما تجيش برضه تكتم رقبته، تبقى انت مثلا متفق على مدى 5 6 شهور وتيجي في ظل الغلو بتاع اليومين دول تقول له لا ده انا عايز اليومين دول. طبعا ما ينفعش. لاحظ ان ده راجل بينزل من بيته، ربنا يحمينا ويحميكم جميعا، معرض في اي وقت ان يتعور. انت عارف عده النجاره، اذا كانت ديسك اذا كانت منشار اذا كانت رواصه. طبعا انا عايز الصنايعي وهو واقف، طبعا ده فنان، ده مش نجار، ده فنان عايز يقف على شغله برضه ويرسم شغله ويفكر. انا مش عايز دماغه دي تكون مشغوله في اي حاجه تاني. فالطبيعي ان انت لو مثلا متفق وعارف ان الخامات غلت، معلش يقف جنب برضه الصنايعي بتاعك شويه. يقف ازاي؟ طبعا الغيره زادت عليه والخشب زادت عليه والكبس زادت عليه والابلكاش والحاجات دي كلها. معلش الرحمه برضه من الناس شويه برضه، انت عارف ان الخامه زادت عليه. وطبعا مش الراجل برضه مش مجبر ان انت مثلا احنا هنقوله مثلا بالنسبه لنا احنا كصناعيه بنقوله اتفاقات، وطبعا الاتفاق برضه حلو وكل حاجه تمام عشان الراجل ما يرجعش في اتفاقه معاك. ما تكتمش رجابته برضه، انت طبعا الراجل بيقول لك شغلك هيخلص وتمام ومية مية ومفيش اي حاجه. تمام طبعا لو في مجال في الوقت اصبر عليه شويه، دي حاجه. حاجه تانيه برضه معلش برضه ما تجيش ان انت مثلا انت عارف ان انت الخامات عالي عليه برضه وكده، لو انت في مقدرتك ان انت تساعده ساعده، لو في مقدرتك ان انت مثلا تقدره شويه برضه بالنسبه ان اسند معاه شويه. اصل الشغل ده الشغل النجار اللي هيتعمل هيتحط في بيتك انت، مش هيتحط في بيت النجار، هيتحط في بيتك. وانت عارف برضو يعني طبعا ده الرسول نفسه قال لك ايه، قال لك اعطوا الاجير حقه قبل ان يجيب في عرقه. احنا متفقين واحنا برضو غلطانين واحنا كل حاجه تمام، بس يا ريت برضو يجب جنبه شويه. جنبه شويه ازاي؟ بحيث ان انت برضو لو في مقدرتك ان انت ساعده مش والله ما هتخسر حاجه وربنا هيبارك. والاستورج برضو يجي جنب اخوه النجار، وبتاع الغيره يجي جنب اخوه النجار، وبتاع المواد برضو وبتاع المسامير. انا عايزنا كلنا نبقى ايد واحده يا جماعه، بحيث ان احنا نعدوا. بس لاحظوا ان احنا في موسم يعني، يا ريت برضو يدينا كلها في كل مكان. ما انا طبعا انتوا كلكم اخواتي برضو وكده. ولو انت مثلا بتشوفني من على الفيسبوك، احنا كده كده اكتب قناه فنون الستائر على اليوتيوب تمام، وانا كل يوم بصور من مكان. لو حابب تعرف اسعار الخشب اللي هي الطبيعيه، طبعا احنا كل يوم بنسمعه سعر تمام. لو عايز تعرف سعر الخامات، سعر الفايبر، سعر اي حاجه من لوازم النجاره، انا برضو هعرفها لك. اكتب على اليوتيوب فنون الستائر، واي حاجه انت حابب تعرف اسعارها من المصدر انا هعرفها لك برضو. بس انا كلامي ده موجه برضو للزباين يا جماعه، راعوا النجار، راعوا ده فنان مش نجار. انا ببقى خايف على اخواتي كلك الصناعيه، انت طول النهار واقف على منشار على ديسك على صينيه على الكلام ده، برضو انا عايزه يبقى واقف وهو رايق، مش دماغه كلها في المواد اللي هي زادت عليه ومش عارف يعمل ايه. الرحمه حلوه، ارحمونا يا جماعه. احنا كل يوم برضو تبص تلاقي زبون مثلا لسه فاضل له 3 4 شهور على ميعاده واتفاق و100 100 ومش عارف، يقول له لا معلش طب خلصت، طب انا هخلصك امتى؟ ما احنا بنقول ان احنا نصبر اليومين دول، اصبر بحيث ان يمكن ربنا يسهل والاسعار هتنزل برضو وكده، وشغلك هتاخده اعلى جوده. يا تقدره الشغل ده هيتحط في بيتك انت، مش هيتحط في بيتي انا كنجار، هيتحط في بيتك. الطبيعي ان انت يعني حتى يا اخي من باب الرحمه شويه، انت عارف ان زادت واحنا بنقول اتفاق واحنا صناعيه ومش هنرجعه في اتفاقنا، بس مش عشان ان انا مثلا اطلع راجل معاك وما ارجعش في اتفاقي ان انت تتكى فوق دماغي. الرحمه حلوه يا جماعه، الرحمه حلوه. ده احنا في شهر مفترض النهارده احنا تالت يوم رمضان، يعني الرحمه حلوه. يا جنوه ممكن يا اخي هيدعي لك دعوه بيهم اي حاجه، ما هي دي حلول برضه بنقدموها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.